محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. وراني فيه وربنا بيسر الحق ربنا يسر الحق. أعز أولادكم حسني مبارك. شكرا يا فندم على مسح التاريخ. أنا عايز القاضي يشرح لنا حيثيات الحكم خدوا على أساس إيه؟ مفيش أصلا جوه دليل واحد يثبت إن الرئيس مبارك أصدر حاجة. هذا الحكم برأ مبارك ونظامه السابق من التهم الخاصة بأموال وسلب أموال الشعب، ثم يصدر حكم سياسي يعتبر بمثابة تهدئة للرأي العام بالمؤبد لمبارك ولحبيب العدلي في حكم ضعيف من شأنه أن يلغى في أول جلسة من جلسات محكمة النقض.